مرحبا، معكم روان صالح من فريق سمارت. بعد ما رسمنا البروجكت نتورك وحددنا عليها كل اكتيفيتي تايم تاعها، متى ببلش وبيخلص كل اكتيفيتي وقديش، وحسبنا قديش كمان البروجكت بياخذ معنا، اللي هو من اللونجست باث للكريتيكال باث هو اللي بيحدد وقت البروجكت، وحسبنا الفلوتينج تايم لكل الاكتيفيتيز اللي عندي. تمام، فعليا اذا بنلاحظ فإحنا كل الحسابات تاعت التايم اللي إحنا عملناها كان لأنه إحنا حطينا الـ expected activity time من عنا، لكن هو فعلياً ما بينحط هيك، هو بيتم على أساس حسابات. هاي الحسابات بتكون إنه بما أني أنا ما بعرف إيش ممكن يصير معي لما أبلش بهذا البروجكت، وبالتالي ما بقدر أحدد هل الأكتيفيتي راح يتم كاملاً على أكمل وجه، وهذا بنسميه الـ best case scenario، أو راح يكون فيه complications شوية. ممكن يعني هي complications المعتادة، ممكن نحكي هذا the most probable scenario، أو ممكن إنه يتأخر كتير اللي هو يعني في worst case scenario. عشان هيك في عنا إحنا 3 times estimate لكل activity، اللي هو the optimistic time estimate اللي هو بنرمز له بA small، pessimistic الB، والmost probable نرمز له بM small. اوكي، بستخدمهم هدول الثلاث لحتى احسب الاشي اللي اسمه expected activity time. طبعا بحسبهم على اساس القانون اللي هو بيحكي a plus 4m plus b مقام على كليته 6. هيك انا بحسب الـ expected activity time لكل activity هذا الحكي. طبعاً أنا يعني ليش بعمل هاي الحسابات كليتها؟ لأن أنا طبعاً لازم أبلش بالبروجكت أعرف قديش بده يأخذ مني وقت، لأنه بهمني هذا الحكي بأنه لما أنا يجيني مثلاً عرض أنه بدي تعمل البروجكت الفلاني ومعاك بس مثلاً 50 أسبوع والبادجت الفلانية، بدي أعرف إذا هال50 أسبوع هدول بكفوني ولا ما بكفوني، فلازم أعمل هاي الحسابات. عشان هيك بيكون في عندي أنا رقمين بالعادة، رقم بيكون متفق عليه في الكونتراكت في العقد، ورقم بيكون أنا متوقعه يعني according to calculations هذا الحكي. بحسب هاي الحسابات وبشوف الفرق بين هدول الرقمين عشان على أساسهم راح أحدد هل أوقع هذا العقد ولا ما أوقعه، هل هذا الحكي الريسك تبعه عالي ولا مش عالي. هلا اللي بيحدد لي أنا قديش يعني احتمالية اني فعليا انجز على الوقت المتفق عليه بنسميه هذا الحكي الريسك، اللي بحسبه من اشي اسمه الزي فاليو. اذا نرجع مرة تانية لايش كنا نحكي، بنطلع الاكسبكتد اكتيفيتي تايم لكل الاكتيفيتيز اللي عندي، ومنها برسم الرسمة وبحدد قديش بياخد معي البروجكت والى اخره. ومن هاي التايمز في احنا حكينا انه في اختلاف بيناتهم، الاوبتيمستيك بيختلف عن البيسيمستيك وعن الموست بروبابل، فانا الفرق هذا بيناتهم بسميه فارينس. كيف بحسب الفارينس لكل اكتيفيتي؟ اللي هو بي ماينس اي على 6، هذا قانون الفارينس. بحسب الفارينس لكل اكتيفيتي وبطلع مجموعهم. بعد هيك بعد ما اطلع الفارينس، مجموع الفارينس بدي اطلع منه، ليش بحسبه؟ عشان اطلع منه الستاندرد ديفيشن. بيهمني الستاندرد ديفيشن مشان اعرف انا قديش في تفاوت، قديش في اختلافات بهاي الارقام، قديش في عندي ستاندرد ديفيشنز اللي هي هذا بطلعه من الزي اللي بيطلع لي الفرق بين الاجريد والاكسبكتد على كل على ستاندرد ديفيشن، يعني طلع لي قديش في اختلافات قديش في ستاندرد ديفيشنز، ومنه بحسب الريسك. طيب تمام، قانون الستاندرد ديفيشن هو جذر التربيعي للفارينس. طيب كيف بحسب الزي فاليو؟ الزي فاليو هي احنا بنعبر عنها بالاجريد تايم ناقص الاكسبكتد على الستاندرد ديفيشن. الريسك اللي هو زد او سوري اللي هو نص بلس ماينس الزد فاليو. طبعا انا بعد ما اطلع الزد
هاي كيف بطلعها؟ بعد ما أطلع هذا الرقم اللي أنا بيطلع عندي هون، بروح للجدول. الجدول موجود طبعاً، يمكن اللي بيعرف إحصاء بنطلع منه الرقم المقابل إله، من هو جدول الزد فاليو. بيطلع معي رقم هون وبحسب الرقم من الجدول، باخد اللي هو الجدول بيكون مرفق طبعاً، لأنه يعني مش إشي بينحفظ. بعد ما أطلع الرقم المقابله هذا هو بيكون الزد فاليو، وبستخدمه في حساب الريسك للبروجكت تبعي. إذا كان الريسك عندي عالي فمعناته أوكي بوقع العقد وبمشي تمام، إذا كان منخفض فمعناته ما في مجال يعني إني أعمل هذا أو أمشي بهذا البروجكت. طبعا التكنيك اللي بيدرس هاي الأشياء بالبروجكت سكيدجولينج اللي هو بنسميه بروجرام ايفالويشن اند ريفيو تكنيك، اللي هو البيرت. يعطيكم العافية.